اولا كما تشوفوا انتهاك لحرمة الميت، نورمالمون نشوفوا السلطات المعنية تشوف دير جانب، ولا دير تشوف تلفت شوية لحرمة الميت، دير اونتوراج بالك مانيش عارف. انا كما تشوفوا قبور صايره، بدات العظام تاعها تبان، جماجم لاطفال صغار. هنا كما راك تشوفوا رانا واقفين في مقبره نتاع اطفال صغار. المقبره هذه راها مهمله لواحد الدرجه اللي ما يتصورهاش الانسان. من القبور هنا كي كان اللي تبان الجمجمه نتاعو، كان اللي بان الصدر نتاعو، كان اللي بانوا العظام كاع. احنا الا ما حفظناش على هاد الناس الموتى يسمى اليوم هو غدوه نكون انا، يسمى حتى احنا نبغوا نكونوا مستورين. لازم لهاد الميتين تاني هما نديروا لهم حرمة تاني، يكون انسان باش ما يتعدى عليهم لا انسان ولا حيوان. خاطر هنا راه كاين بزاف امورات اللي كيما نقولوا راه الحيوان راه حيوان، وكاين اللي راه ينزل لمستوى الحيوان انه يوصل بواحد الطرق كيما نقولوا الشعوذة وهذا الاخر. كي يكون كاين انطراج على الاقل بعدا يكون شويه هيبه لهذا. فان حرمه الميت كحرمه الحي، ماذا بينا كاع كان تبارك وتعالى يدير لهم كاع يديروا انطراج، ولكن احنا ماذا بينا ان شاء الله ياخذها بالاعتبار ويديروا لها على الاقل انطراج، ويديروا لها ثاني باب كاع لان هذه وتحمي ثاني حتى من الشعوذه ومن حتى هذا الباب نسدوه. تعب كاين الناس هي اللي يمشوا للمقابر ويديو منه العظمه ويديو منه شي الشعوذه اللي منتشره كاع.